في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. ايوه عارفه عارفه، ايوه مش ده اللي كان فيه كازن وصفية حلمي؟ ايوه يا اخي عارفه، خليك معايا استنى بس علي صوتك. ايوه مكان فندق الكونتيننت القديم، ايوه اللي بيطل يا سيد، عارفه اللي بيطل على ميدان الاوبرا. لا 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 ما بعد ما اتحرقت وتهدد لسه الميدان برضه اسمه ميدان الاوبرا. عارف يا سيدي ان هما بنوا جراج في العتبه مكان الاوبرا، بس مش معقول يسموا الميدان ميدان الجراج، ما يصحش. ايوه تمام، ايوه مظبوط. طب هستناك عند بقى التمثال اللي في وسط الميدان. ها تمام، طيب يا سيدي. ايوه تمثال الراجل على الحصان وبيشاور بصباعه. انت عارف حضرتك الراجل على الحصان وبيشاور بصباعه ده يبقى مين؟ عارف يا سيد رمضان، سيبني دلوقتي لو سمحت، انا مستعجل رايح اقابل واحد صاحبي في ميدان الاوبرا. ما اسموش ميدان الاوبرا يا عمرو، اسمه ميدان ابراهيم باشا. الراجل اللي راكب على الحصان ده هو القائد ابراهيم باشا، الابن الاكبر لمحمد علي باشا. خلاص بقى مبقاش في اوبرا في العتبه من يوم ما اتحرقت سنه 1971 يا راجل. وانت ايه اللي مزعلك قوي كده يا اخي؟ ايه يا رمضان، هو ابراهيم باشا كان من بيت قرايبك؟ ايوه يا زيد، كان قريب وقريبي جدا كمان، كان حلواني زي. انا عارف ان ابراهيم باشا كان من اكتر ابناء محمد علي اللي حبوا مصر لدرجه انه اتكلم مصري ورفض يتكلم تركي، وعرف يا عمرو بيه معدن الجندي المصري وراح بيه لاخر الدنيا. الراجل ده هو اللي خوف العثمانيين وهدد امبراطوريتهم ووصل بجنود مصر لقلب افريقيا. صراحة بقى انا بزعل قوي لما يقولوا على الميدان بتاعه اللي طول عمره كان باسمه ميدان الاوبرا، وبستغرب كمان لان الاوبرا دلوقتي بقت عند كوبري قصر النيل مش في العتبة. عندك حق والله يا رمضان يا مصري، انا فاكر انه لغاية وقت قريب كان الميدان ده معروف باسم ايه؟ ابراهيم باشا. ومش منطقي فعلا انه يفضل على اسم الاوبرا اللي تهدت وتغير مكانها. ده كل حاجة اتغيرت في الميدان إلا التمثال لسه واقف في مكانه. على فكرة التمثال ده اتعمل بطلب من ابنه الخديوي إسماعيل، وكان مكانه وسط ميدان العتبة الخضراء، واتنقل لمكانه الحالي ده أيام الثورة العربية. وأنا قريت يا سيدي إن في سنة 48 مصر احتفلت بمرور 100 سنة على وفاة إبراهيم باشا، وبالمناسبة دي أضيفت لقاعدة التمثال لوحتين رخام محفور عليهم المعارك اللي انتصر فيها إبراهيم باشا على العثمانيين. شوف يا عمر باشا، أهو ده حلواني تاني من عيلة الحلوانية اللي بانوا مصر. ماشي يا سيدي. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.